أدياس ماركت ون، هي أول شركة مغربية رائدة في مجال التجارة الإلكترونية بالمغرب، تتواجد بمدينة أكادير وتم تأسيسها من طرف السيد ياسر السعيدي. هذا البروجي قادر على أنه يحقق الحرية المالية لأي فرد في المجتمع، طبعا بإيمان وبثقة، وكما كنقول دائما مشروعنا مشروع روح وغادي يمشي بعيد بإذن الله، وإن شاء الله غادي يكون الخير لنا كاملين، كما كنقولوا كاملين دائما غادي نكونوا يد واحدة إلى القمة إن شاء الله. هذا المشروع يدخل ضمن مخطط المغرب الرقمي ويعد نموذجا اقتصاديا جديدا يخول للزبناء الاستفادة من باقات تجارية ستساهم في الرفع في مدخولهم الشهري. من بين الامتيازات التي توفرها هذه الشركة هي التكوين في مجال التجارة الإلكترونية في مختلف المجالات، منها الإعلانات، الفوركس والتسويق الإلكتروني. ويعد هذا المشروع سابقة بالمملكة في هذا المجال، بحيث يساهم في الرفع من المنتوج الاقتصادي الجهوي والوطني عبر خلق المزيد من فرص الشغل والانخراط في السياسة الاقتصادية والضريبية للمملكة. توفر الشركة مجموعة من الباقات التجارية مثل تبادل الروابط والتجارة في بورصة التداول الفوركس والإعلانات وشراء منتوجات الشركة مثل هواتف واللوحات الإلكترونية والحواسيب، إضافة لمنتوجات أخرى.